هل احد منا معصوم من الخطا فمهما وقعت اذن في الذنوب فلا تياس حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط فان الله هو التواب قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب اي يقبل رجوع عبده اليه ومن هذا قيل التوبه رجوع الى الطاعه وترك المعصيه والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم كلما تكررت التوبه تكرر القبول فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب الى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد الى الله حتى رجع بقلبه اليه اولا فرجع الله اليه وتاب عليه ثانيا فمن علم ان الله هو التواب احبه وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبه عبده اكثر من فرحه من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد ان تيقن الموت فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح ومن علم ان الله هو التواب بادر بالتوبه اليه ولم يصر على الذنوب وهو يعلم انه لا يغفر الذنوب احد الا الله ومن ايقن ان الله هو التواب طمع في مغفرته ولم يياس من رحمته قال تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون واعلم انه لا يستغني احد عن التوبه حتى المؤمن المضيع فالتوبه هي بدايه العبد ونهايته قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون